السلام عليكم. نسمع عن الناسخ والمنسوخ في القرآن، فما معناها؟ وش الآيات اللي وقع عليها النسخ في القرآن؟ والنسخ يقع على الآيات اللي فيها تحليل أو تحريم ثم تحولت إلى العكس، فهذا اللي يقع عليها النسخ. أما الآيات اللي فيها القصص والأخبار فما يقع عليها النسخ، وإنما يكون النسخ تحويل من حرام إلى حلال أو العكس. ويقع النسخ طبعا حسب تدرج الرسالة وحسب تدرج نزول القرآن، فيكون في البداية مثلا حلال ثم يكون حرام مثل الخمر. والآيات اللي يعني أجمع العلماء بشكل كبير على أنها وقع عليها النسخ هي 9 آيات، سوف أذكرها. طبعا الخلاف في هذا طويل. أكثر آية وقع عليها إجماع في النسخ هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخت بقول الله سبحانه وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. هذه الآية الوحيدة اللي أجمع عليها العلماء. ومن الآيات: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. ثم نسخت بقول الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل إلى آخره. وفي رمضان نزلت: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسخت: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفي الخمر قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم نسخت بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. نسختها. طبعا الاختلاف كبير في هذا الناسخ والمنسوخ. يقولون أفضل من تكلم في هذا هو الطبري، وفي بحث لعبد الله الشنقيطي جميل يتكلم عن الناسخ والمنسوخ.